كل أحد مات سيبعث، وكل من سيبعث سيلقى الله. فأعظم الخلق فرحا بالله أعظمهم له طاعة في الدنيا. وكلما كان للإنسان أعمال صالحة، خطوات يتذكر أنه قد مشاها إلى الله، أموال يتذكر أنه أنفقها من أجل الله، والدة في قعر البيت يتذكر أنه برها من أجل الله، والد قد احدودب ظهره يتذكر أنه وفى له من أجل الله، مسكين وارى سوءته وأطعمه من أجل الله، غضبة غضبها ثم سكت وتنازل عن حقه من أجل الله، ساعة من الليل قامها لا يره فيها أحد ووقف بين يدي الله من أجل الله، لبس إحرامه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لا يرجو إلا الله، وغير ذلك من أعمال صالحة فعلها قام بها من أجل الله. هذا ينتظر يوم البعث يفرح بلقاء الله. أما عياذا بالله من لم يكن منه إلا الزنا والكفر والفجور والرد والبعد عن المساجد والنأي بالنفس عن مواطن التقوى والإعراض عن تلاوة القرآن، فهذا لا يجد في نفسه باعثا أنه يحب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم ارزقنا أعمالا تعين على أن نحب لقاءك. وإن من أعظم العباد حرمانا من لم يفرح يوم يلقى الله. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه، فإذا قدر لك أن تصوم فرضا أو نفلا أو قضاء أو نذرا وهممت بأن تتناول إفطارك فتذكر يوم تلقى الله، وقل في دعائك: اللهم كما أفرحتني في الدنيا بأن أتممت صيامي فارزقني الفرح يوم لقائك. ومحبة الله إذا عظمت في القلب وتبوأت منه مكانة عظيمة يجد الإنسان في نفسه حبا للقاء الله. وأمثال هؤلاء جعلنا الله وإياكم منهم، مهما أعطوا من لذات الدنيا لا يمكن أن يجدوا فيها غنى عن الشوق إلى الله، مهما أعطوا من لذات الدنيا لا يمكن أن يجدوا فيها غنى عن الشوق إلى الله. وتعرف عظيم محبتك لربك إذا أعطيت شيئا من ملذات الدنيا، فإن شعرت بها غنى عن كل شيء فلم ترسخ بعد محبة الله عز وجل في قلبك. وإن كانت ملذات الدنيا مهما كثرت مهما عظمت مهما اختلفت تصل إليك تباعا ولا تملأ فؤادك، لأن فؤادك قد ملئ قبل بمحبة الله، فتعلم أنه لا يسكنه ولا يجعله مطمئنا إلا يوما يلقى الله عز وجل فيه. والله لا توجد في الدنيا فرحة كبرى، الفرحة الكبرى يوم يلقى المؤمن الله.